هذا
الاستهلاك كتجلى لنا في امور متعدده، في المسائل الثقافيه، في المسائل اللي عندها علاقه بعين التغذيه، في الملبس، حتى في التفكير. يعني ولا المغرب يجب عليه ان يفكر بحاله بحال الفرنسي، بحاله بحال الاسباني، بحاله بحال الجزائري، بحاله بحال الافريقي الى اخره. وهذا داخل اطار واحد منظومه دوليه عالميه، واحد الشركات متعدده سيطروا على يعني اقتصاد عالمي، وباش تسهل العمليه ديالهم شنو هم داروا؟ حاولوا يقنعوا الشباب وغير الشباب بان الا بغيتي تكون واعر خصك دير الشامبوان اللي كيستعملو اللاعب في يعني في الفلاني، الا بغيتي تكون مميزه خصك دير الساك ولا دير الشامبوان اللي كيستعملو الممثله الفلان الفلانيه. كنحاولوا نصنعوا النموذج مع الاسف الشديد من غير الاعتبار الخصوصيه الثقافيه والاقتصاديه ديال كل دوله. هذه مساله خطيره جدا. يعني شركات في العالم كيصنعوا مثلا نوع من الالبسه جين اللي كتصنعوا شركات معينه ويحاولوا يصدروه للعالم كله باش كيفرضوا النموذج ويخليوا داك الشاب ولا ديك الشابه باش يمكن لها تكون يعني بالنسبه ليها هي راها تمشي تفتخر انها بين بين قوسين يعني انها سعيده خصها تستهلك داك السروال ديال الجي ولا تستهلك ديك الموسيقى ولا تستهلك ديك هذاك القصه ديال الشعر او لا غيره. فهنا الان السيرك راني عم نكتب ما خرجتش غير في المجال ديال التربيه. الاستهلاك بصفة عامة، لأن يعني الاستهلاك مع الأسف الناس كيخلطوا ما بين الاستهلاك وما بين التغذية. الاستهلاك هو يعني مفهوم عام كيقيس كل ما عنده علاقة مع المصاريف ديال الشخص. مع الأسف الشديد دخلنا في واحد يعني المنظومة استهلاكية عمياء غاديا ما عارفينش فين غادي غادي الهاويه. فالاسر المغربيه كتلقى السيد كيخدم ويكد ويجتهد ويوفر باش يدير الصالون 4 المليون 5 المليون وراه يعني ممكن يدير مثل كريدي. ملي كتجي تشوف ذاك الصالون شحال كيخدموا ملي كيجي عند الضيف، وهذاك الصالون 4 5 ديال المليلات كيولي ماشي وقت ديال السعاده اللي غيقضي فيها الشخص هو الاسره ديالو كذا، كيولي هو سبب ديال البلاء والبلايا والشقاء ديال الاسره. ويلي لا دخل شي وليد لهذاك الصالون ياكل عصا، علاش؟ لان صرف عليه فلوس وكذا. وبالتالي احنا عندنا واحد النموذج استهلاكي، واحد السلوك استهلاكي اللي المفروض انه براس يكون سبب ديال السعادة كيولي سبب ديال الشقاء. علاش؟ لأن المفهوم عندنا ديال السلاك ماشي قوي، ماشي صحيح. وبالتالي هادشي كيخلي لنا يعني من ناحية المالية كنخسروا أمور باهظة من وقت يعني كذلك، وحتى التصرفات ديالنا اليومية عندها علاقة مع بعض الخسائر الخاطئة بهذا السلاك. مع الاسف من حدك كتزيد تعلق بالاستهلاك وانت كتبقى تعتقل، من حدك كتشري وانت كتعتقل، جيتي للدار عقبات الدار تعتقل الدار، السياره تزيد تعتقل الى اخره. ملذات والشهوات ما كتسالاش، علاش؟ لانهم كيقول لك بانه لي بوزوان دو لومي سون ايليميتي، حاجيات الانسان لا متناهيه. لي غوسوس في الارض الموارد فهي محدوده، لي غوسوس الموارد فهي يعني محدوده. فحنا قدام واحد الوضعيه فيها واحد التناقض ما بين ما هو يعني ايليميتي، ما هو غير متناهي وما راحش يدير تاع البشر، وما بين هو الموارد اللي هي غير متناهيه. ودي غادي دير مع الاسف ما كنفيقوش حتى كنوصلوا لهذه الوضعيه هذه، حتى كنوصلوا للنهايه. الخطير في الامر ان في هذه النهايه هذه هذا الشخص اللي راه متجبد كان في واحد الوقت منتج،
حنوس كان حتى هو كينتاج وكان حتى هو كان كيساهم في الدوره الاقتصاديه كذا وكذا. فاذا به يتحول الى عاله، علاش كيتحول عاله؟ لان الناس اللي كيشوفوا فيه ما بقاوش كيشوفوا فيه ذاك الشخص المنتج اللي عنده كيف في المجتمع، ولاو كيحسبوه بعمليه حسابيه شحال كيطيح علينا هذا الشخص. نسوا بان هذا الشخص راه هو خلاص 50 عام ولا 40 عام في الانتاج واحد الوقت معين، لان النظره ديالنا لهاد البشر النظره ديالنا ولا الحياه بصفه عامه كنبقاو نحسبوها بفلوس، ما كنحسبوهاش علاقات انسانيه. سمح لي نتكلم على الجانب الروحي. حنا ما كاينش من الاساس، ما كاينش الجانب الروحي. حنا كاين الجانب الاقتصادي. يعني انا غادي نشوف هذا الشخص هذا شحال كيطيح عليا من الناحيه الاقتصاديه، يعني كتولي علاقتي بالدار راجل كبير خدم تعب انتج، واحد الوقت كنولي نقول الوالد ولا كيطيح عليا غالي. وهذا اخطر ما يمكن يوصل به الانسان. يعني انا غنشوفها يعني من بعد هو اننا تحولنا من السوق لاقتصاد السوق الى مجتمع السوق. المجتمع السوقي، المجتمع السوقي مع السوق، ان العلاقات الانسانيه ما كتبقاش محسوب يعني مبنيه على ما هو انساني، محبه واخلاص وود وكذا وكذا، كتولي كلها محسوبه فلوس. والغريب في الامر ان الانسان كما قالت محمد ما لا يعني بنو ادم ما تعطيه اللي عطيتي راه ما غيشبعش، غيستهلك يستهلك 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 ما غيشبعش، ودائما فهو الى تطلع والى انه هل من مزيد. هادشي اللي خلانا نشوفوا شنو هما الاثار السلبيه الناجمه على الاستهلاك. مزيان شخص عنده امكانيات ماديه يستهلك مزيان ما عندهم مشكل، ولكن هل نفكر في المآلات ديال الاستهلاك؟ غير غادي نمشيو نشربوا واحد القرعه ديال الماء، ماشي ديال سيدي علي واحد القرعه ديال الماء مزيان، ولكن واش فكرنا هاد النميجه؟ واش فكرنا هاد الماء شحال تكلف شحال يعني تكلف باش نقولوا وصلنا من الدار بيضاء تمشي هنايا؟ واش كنا فكرنا بحال القرعه الماء ملي غنستعملوها فين غتمشي؟ الى اخره. ف جميع الان المجتمعات المتحضره لا في الغرب ولا في الشرق كل شيء الان اصبحوا يعني يؤكدون على الخطوره ديال مآلات الاستهلاك. ما هي النتائج المترتبه عن الاستهلاك المفرط واللا عقلاني عن الانسان المعاصر؟ مع الاسف الكره الارضيه عندنا وحده، الى لودناها ما عندناش واحد الكوكب اخر دو شونج، عندنا كوكب واحد، لهذا خصنا ناخذو بعين الاعتبار ونحاول ما امكن تكون عندنا سلوك استهلاكي سليم. شنو هو يعني هذا السلوك الاستهلاكي؟ شنو هذا السلوك الاستهلاكي السليم؟ كما قلت لكم بانه السلوك الاستهلاكي السليم اول اقتصاد فهو هو من العلوم الانسانيه. العلوم الإنسانية اللي هي مبنية على ايش؟ على دراسة السلوك البشري. السلوك البشري هو سلوك ماشي ثابت، سلوك متحرك بزاف. ما يستهلك الوزانية الصباح ممكن ما يستهلكوش يعني غدا، ما يستهلكوش بعد غدا إلى آخره. التصرفات الاستهلاكية ديال واحد الشخص كتبقى تمشي تغير، وبالتالي ملي كنحاولوا نمشيو ندرسوا لهذا الاقتصاد في الجانب الاستهلاكي ديالو كنحاولوا نمشيو ندرسوا الطريقه المثلى اللي يمكن هذا المستهلك يلبي الحاجيات ديالو. هنا ناخذ بعين الاعتبار الندره ديال الحاجيات، وكون ان لا 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 وكون ان
هل يعني الحاجيات غير متناهية والموارد متناهية. الوغ غادي نحاول يمكن نمشي بسرعة لأن شفت الساعة الضيق قدام كي هذا. على كل حال باش يمكن باش يمكن ليا نتكلموا على واحد السلوك الاستهلاكي. كيفاش يمكن لنا يكون عندنا سلوك استهلاكي؟ السلوك الاستهلاكي يبني على الحاجيات، على الحاجة. شنو هي شنو يعني هذه الحاجة؟ الحاجة هي حالة كتبدا من واحد الحالة ديال التوتر. واحد الشخص كيحس بواحد الحالة ديال التوتر ناقصها شي حاجة. هاد الحالة ديال التوتر خصها واحد البلسيون، خصها واحد الدافعة اللي ممكن تحول إلى حاجة. هاد البلسيون يقدر يكونوا إيجابيين ولا سلبيين. انا عندي نفسي شي حاجه محتاج شي حاجه شنو هي خصني نشرب شي اقيوم مزيان القهوه حلال ما عندها حتى شي مشكل يعني فلوسي عندي القهوه كاينه فانا اللي غادي توقف عند واحد الشخص غنمشي عندو مستهلكه ما عندي حتى شي يعني مشكل انا ما كاين مشكل عندي واحد التوتر نفسي شي حاجه باغي نكمل واحد السيجاره لا يعني سيجاره حرام صحه الى اخره واخا عندي فلوس كاينه والسيجاره كتباع لكن انا مقتنع بذاتي بانني انا السيجاره غير جائزه وممكن يضر الصحه وبالتالي مثلا وبالتالي واخا كاين واحد النقص ما غيتحولش الى حاجه علاش لانني انا وعيت بان هذا التصرف ديالي تصرف غير محلي علاش كنقولوا هذا الشيء هذا نقولوا هذا الشيء كله لانه الاستهلاك ما عندوش بالضروره علاقه فقط بالناحيه الماديه عنده علاقه خاصه من الناحيه النفسيه اساسا العامل النفسي عامل مهم في الاستهلاك لهذا لو لان الصيام من العوامل المهمه النفسيه اللي كتخلي الانسان يروض السلوك الاستهلاكي ديالو يروضو يحاولوا نربيو السلوك الاستهلاكي ديالنا ونحاولوا نعطيوه واحد المنحنى اللي حنا باغيين وكنقلبوا عليه. السلوك باش يمكننا نستهلكو ماشي راه باش نفهموا واحد القضيه مهمه بزاف وهما المرات كتجي لنا الساعه وما كنعرفوش القيمه ديالها حيت السيد كاين في خميس ساحل ولا كاين في واحد المنطقه يعني مو معينه كاين في الصباح غادي يبدا يمشي يوجد واحد المنتوج معين غادي نص الصباح غادي يمشي يجيبو باش الساعه الضيق ملي يمشي في الصباح للسوق يلقى السيد دارس يبقى في السماع راه في بداية التعقيد هاد العملية اللي كتبان كتبان بسيطة لكن هاي في نهاية التعقيد يعني احنا الساعة الضيق نحتاج لواحد المادة معينة مثلا واحد الربيعة اللي تكون العجوز غيمشي يلقاها السوق موجودة لكن العملية كيفاش راها جات كيفاش راها تنتج يعني وصلت راها عملية ماشي سهلة اللي كيسهل علينا هو السوق لولا وجود السوق في واحد المكان معين في واحد الوقت معين خاص صديق خصو يمشي حتى للخميس الساحل يقلب على التبر مع الناس ويجيبو فمن من 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 الامور المهمة اللي كتسهل لنا العملية الاستهلاكية هو وجود السوق هاد يعني هاد السوق مهم جدا الاقتصاد اللي مبني على السوق مهم جدا لان فيه تنافس فيه منافسات فيه عرض فيه طلب فيه ثمن فيه الى اخره لكن كما قلت لكم في الاول ملي يوصل بينا الوضع اننا العلاقات ديالنا بصفه عامه نوصلوا المجتمع السوق فالقيم ما كتبقاش القيم الاستهلاكية ما كتبقاش يعني ممكن نغش ممكن نحتكر ممكن نطلب بحجة أنه المصلحة لأن مجتمع السوق مبني على المصلحة وبالتالي هذه الوضعية اللي غادي بها الآن ملي كتلقى دار العجزة وملي كتلقى غيرهم وملي كتلقى الغش في الاسواق ديالنا وملي كتلقى الاحتكار وملي كتلقى شركات معينه يعني مراه محتكره في السوق وغيره نحن مع الاسف الشديد في الطريق الى تكريس مجتمع السوق
الخطير في الامر على كل حال يعني غنزو العوامل المهمه هنا اللي بغيت انايا نوصل لهم الخطوره ديال الاحتكار امور كثيره كنتكلم على الاحتكار حتى الان كنعيش واحد الوقت اللي هناك ظاهره مهمه على مقاطعه بعض المواد الغلاء وكذا وكذا السبب المباشر ديال غلاء الاثمنه وهو الاحتكار علاقات غير متوازنه ما بين المستهلك وما بين المنتج وهذا الشيء كيولد مع الاسف الشديد له نتائج سلبيه اقتصاديه خطيره جدا فالغلاء وك يعني سوء يعني الجوده وندره المواد وغيرها على كل حال بعد الجشع في السوق كيقدر يؤدي بعض المرات الى ظهور ظواهر خطيره جدا ربما واحد الحاله ديال الميدياتور ربما السي خليل والاخوان اللي في الصحه يكون عندهم هذه الحاله هذه الدوار اللي المفروض انه يداوي يعني باعوه سوقوه للناس في الماركتينغ في الفيسبوك التسويق كانهم منتوج فعال مهم جدا الكل ما عنده علاقه مع يعني امراض القلب والشرايين من بعد ما تكتشف بان هذا المرض لا علاقه بان هذا الدواء لا علاقه له لا مع قلب ولا مع شرايين والسيد ولا ملياردير به فالعقليه اللي كانت تسيطر على الشخص هذا هي عقليه مبنيه على مجتمع السوق على المصلح على المصلح باغي يربح تموت انت تعيش انت الى اخره باغي يربح يعني تصور ان يقتل الانسان يقتل من اجل الربح وكيف عليك الدواء او لين يغيره فهذا من بين الامور اللي هي خطيره جدا في السلوك الاستهلاكي من بين الامور اللي كنقدر نتكلم عليها وباش ما يكون عليه بليزيت في اكسترن على كل حال هذا غادي ندوزو لان امور ربما غادي يعني الامر الخطير وهو استهلاك وهنا مسألة يعني مهمة وهو استهلاك الخدمة والماركت العام أنا كنتكلم مع الطلبة دائما كنقول لهم كنلقى طوابل يعني دوك يعني الطاولة ديال الطلبة كلها نصها مكسوف فيها ويوم كرصا إلى آخره كنقول له لو أن هاد الطبلة هادي كنا نديرها ديالك ديالك يعني هذا هو ديالك غنحفظو التسمية ديالك غتولي تجي كل صباح تمسحو وتخدو وكذا يعني راه ديالك لكن بما أنه راه هو عام ما كنعطيوش القيمة ديالو من الأمور الخطيرة في السلوك الاستهلاكي ما كنعطيوش قيمة لكل ما هو عمومي حديقة عمومية كرسي عمومي إدارة عمومية شوارع إلى آخره ما كنعطيوهمش أهمية وهذا مع الأسف الشديد إخوان أخوات هذا مسألة خطيرة جدا لأن مما في ديالي بالعكس هذا راه ديالك نخلصوا الضريبة ديالك ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة وبالتالي خصنا نخدموا على التربية الاستهلاكية على الأطفال من المدارس قوموا السلوك ديالك لان هاد اللي بيان كوليكتيف خصهم يتعطى لهم القيمه ديالهم كذلك لكن هذا كيبقى يعني كما قال السي حراق ان بروجي هذا راه مشروع الا ما وصلناش الان حنايا على الاقل نردو عليه ولدنا اخوان راه ما يمكنش نبغاو غاديين في هذا النمط الاستهلاكي اللي مبني على الاستهلاك لا كونسوماسيون دو ماس الاستهلاك العشوائي اللي مبني على الكثره انا هذا ما يوصلناش مساله يقينيه ما يوصلناش على كل حال هناك امور عمليه بالنسبه للتغذيه بالنسبه للطاقه بالنسبه للوسائل التنقل بالنسبه الماليه
القرون لاستهلاكها. أمر خطير جدا جدا جدا. كل ما تفديناه غادي نشوف واحد السعاده. علاش كتستعمل القرون؟ لاننا نعيش فوق الطاقه ديالنا. انت كتسكر تشري سياره، ما عندكش فلوس، ما عندكش القدره الشرائيه ديالها، كتحاول تمشي تقلب على القدره الشرائيه، واخا راه لها مكان يعني عندك. وهذا امر خطير جدا. كنعيشوا في واحد في كنلقاو كنجريو من وراء واحد الصرع. انا كنت سميتها فير لو جهاد الى ريزيستونس دو كونسوماسيون، يعني الجهاد والمقاومه في العمليه الاستهلاكيه ولا السلوك الاستهلاكي. الجهاد والمقاومه في العمليه الاستهلاكيه. خصنا نكونوا مع بعضنا، خصنا نقاوموا النفس، وخصنا نقاوموا الماركتينغ. انا استاذ ديال الاقتصاد وعارف كيفاش كتتم العمليه ديال صناعه الحاجات. صناعه الحاجات كنبقاو نمشيو نصنعوها. انت عندك التليفون مزيان بامل لا وحبيخ يعني خدام، كنبقاو نحاولوا ندخلوا في الوقت بان الا بغيتي تكون مزيان وتكون بوبوس وتكون زويون وتكون احسن ما يرام، خاصك تستعمل التليفون الفلاني الفلاني. كنبقاو نكروها، ندوزوها نهار الدار نهار الدار نهار الدار، كتولي تماما حتى كنوليو نكرسوها. ومع الاسف كنبيعو الطعم، وكنطيحو في هذاك كنطيحو في واحد الفخ. إلا بغينا نعيشو سلوك استهلاكي في هذا الشهر الفضيل، عندنا لو بارتاج، عندنا يعني نحاولو نتقاسمو، نحاولو يكون عندنا واحد السلوك الاستهلاكي مبني على التآزر، التعاون، التكافل. رمضان مدرسة للوسطية أو للوسطية في الاستهلاك. حاول ما أمكن أن نكون عندنا واحد السلوك استهلاكي من على الوسطية. على كل حال سأعطيك دقيقة جوفية، أنا أقولكم صوموا تصحوا، والله يبلغنا رمضان على خير وبخير.